الآن ينضم إلينا مباشرة من لندن الأستاذ أشرف العايدي كبير الاستراتيجيين في سيتي إندكس. مساء الخير يا أستاذ أشرف. لماذا يبدو ذلك صادما لأوروبا والأوروبيين، ارتفاع معدلات البطالة إلى هذا الحد، رغم أنه من المنطقي إجراءات تقشف حادة تؤدي إلى بطالة حادة، أليس هذا منطقيا؟ نعم كثير منطقي، ولكن الواحد يعرف انه محمد انه قبل السياسات، يعني قبل السياسات هذه يعني الصعبة في اوروبا، كانت داخل اوروبا كما تقال يعني مشكلة البطالة مشكلة هيكلية في اوروبا، لانه في السياسات هذيك يعني انها تصعب على الشركات من تخفيض الاعمال، من طرد الناس، يعني صعب من هذه الاشياء، وهناك من المرات انها يعني وتصعب بنفس الشيء كما نقول، يعني لا تشجع زيادة الأعمال. وهناك شيء ثاني، أنه في عندك الناس، يعني هناك عندك social security قوية، يعني الدفاع السياسي والحماية الحماية بالاجتماعية هي يعني قوية. فعندك ناس اللي ما بيشتغلوش وبيربحوا حوالي 2000 يورو بالشهر ولا 1500. يعني انت سعادتك عايز تقول لي يا استاذ اشرف انه كل متبطل اوروبي بياخد إعانة بطالة ب 2000 يورو تقريبا، دي حاجة لطيفة جدا. طبعا لا امال ايه؟ طبعا لا، احنا عارفين انه هذا برنامج يعني عن تلفزيوني، وهناك بسهولة ان الواحد بيزود بالحاجات. انا اقول لك حاجة محمد، انه انا بتكلم عن الاشياء قبل اعلان السياسات التقشفية. اوروبا كان عندها مشكلة بطالة كبيرة، 7% 8% مقابل 4% في الولايات المتحدة قبل الأزمة 2007 و2008. فطبعا بالسهل وبكثير يعني فيري لوجيكال انه الواحد بيتوقع الزياده في البطاله بعد الدخول وبعد اعلان السياسات الاجباريه يعني عن التقشفيه هذه. فالسؤال اللي لازم تسالني اياه محمد، انا عارف انه يعني عندك كثير اسئله. السؤال اللي يعني يمكن تساله بتقول لي اشرف، ما هو الاخطر؟ ما هو الأصعب؟ هل هناك اختيار بين انفجار بنكي في اليونان وإغلاق البنوك وإغلاق the financial system، أو زيادة يعني نسبة البطالة بين 7 إلى 9%؟ وفعلا الخيار هذا هو الخيار، هذا هو الخيار. طيب ما أنت قلت السؤال الصعب جدا لكن ما جاوبتش يا أستاذ أشرف، افرض يا اخي ان انا سالتك السؤال ده، جاوب بقى ارجوك. نعم 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 ايوه، يعني كيف شفت كيف بسهل لك الامور. نعم اتفضل يا استاذ اشرف اتفضل. ايوه يعني الامتحان هذا والامتحان الصعب هذا اللي داخل في اوروبا كان امتحان يعني لازم كانت تواجهه حوالي 5 سنين 6 سنين، بنفس الوقت انه كيف يعني بنفس الوقت انه الولايات المتحده لن تدخل في الامتحان ولا في مواجهه يعني التقشفيه وفي قص الدت والدين. الولايات اوروبا هي الوحيده، يعني اوروبا وبريطانيا يعني اوروبا في اليوروزون هم الوحيدين اللي داخلين بالمواجهات هذه. الولايات المتحده تقدر ان تؤخر السياسات يعني السياسات التقشفية لانه مشكله الدين ليس بنفس المستوى هذه كاوروبا. اما الجواب عن السؤال هذا فانا اقول لك انه لازم انه اهم شيء انه لازم يدخلون ويستنفون في السياسات هذه، واذا ذلك يطلب الزياده في البطاله فخليه يعني حتى بايطاليا المشكله هناك مش الا مشكله البطاله محمد، ولكن مشكله انه يقولون انه ليس هناك احترام كافي وقوي للسياسات هذه، يعني بيقولوا انه they are not doing enough، انه اللي سووه بايطاليا بالشهرين هذه يعني غير كافي. المتعطل في منطقه اليورو بيحصل على اعانه تقدر بكم يورو شهريا كده يا استاذ اشرف؟
شوف ما اقدرش اقول لك يعني اليورو يعني اكثر من 17 دوله، ولكن انا عايش بلندن محمد، في ناس اللي في ناس فرنسيين من فرنسا اللي ما بيشتغلوش باطلين يعني يعني بطاله، يجوا هون ويشتغلوا بمطاعم وبيربحوا مصاري تحت الطاوله وبيربح 2000 باوند 1000 باوند بالشهر، وبنفس الوقت يحصل على اعانه ماليه ولا على اعانه اجتماعيه في اوروبا. في اوروبا طبعا الاشياء هاي عم تتغير كثير بالمانيا وانجيلا ميركل وحكومه هيلموت كول يعني قبلها غيرت الاشياء هذه، ولكن لساته هناك يعني الاتحاد الاوروبي يسمي اتحاد، ولكن السياسات الاوروبيه هذه على من شان في مسائل البطاله والاعمال ما زالت هناك يعني بيج ديفرنسز، يعني هناك فارق كبير يعني من بلد الى اخر، ولكن يعني الشيء يعني اللي قلته هذا انه الناس اللي ما بيشتغلوش عم بيربحوا مصاري غير اجمالي ولا غير زياده على اللزوم، يعني نحن نرى الاشياء هذه كل يوم والواحد بيروح باوروبا شوف يعني. لكن في المقابل يا استاذ اشرف اكيد في ناس حالها صعب جدا في اوروبا، وهناك تقارير تتحدث عن زياده اعداد المشردين والهوملس كما يقولون. بالزبط. لكن يا استاذ اشرف ما نزال نلحظ انه المهاجر غير الشرعي الذي يتدفق على اوروبا سواء من اوروبا الشرقيه او حتى من جنوب المتوسط ما يزال يمتلك هذه الصوره الذهنيه ان اوروبا رغم امراضها جنه بالنسبه الى وضع بلاده هو، صوره غريبه. وهل تلحظ انت ثبات أعداد المتدفقين من الجنوب والشرق إلى منطقة اليورو؟ نعم يعني أنا كنت عايش بأمريكا بقول لك بقدر أقول لك نفس الحاجة محمد. الناس بيجوا من أمريكا اللاتينية والمكسيك وبلدان أخرى ومن السلفادور ومن الهندوراس ومن يعني ومن الغواتيمالا، هذول دخلوا ب 2007 و 2008 و 2009 بالمتحدة كمان يجوا نفس المشكلة. الخوف والمشكلة إنه هذا ماذا ما أي سؤال سيفتح إلى الانتخاب بين ساركوزي وبين هولاند وبين فرانسوا هولاند، يعني كما قلت الناس المتشردين الان سن التشرد لا يعرف سن، كان بيقول لك الناس اللي الهوملس والمتشردين كانوا بعد يعني حوالي يعني 30 40 سنه، ولكن الان التشرد سن التشرد لا يعرف سن. ولكن طبعا الناس ما زالهم يتدفقون الشرعيين والغير الشرعيين يعني المهاجرين في البحر وفي السفن وذلك وذلك سيزيد الى هذه يعني المشكلة. ولذلك محمد ناس يعني مثل يعني فرانسوا هولاند الذي يجري كما كرئيس ضد ساركوزي، اللي هو يقول ويحاول أن يعلن قوانين وسياسات ضد الأسواق وضد البنوك وأشياء من ذلك، ولكن أنا بقول لك حاجة إنه الحل للمشاكل هذه وليس إنه تعطي 5000 باوند ولا يورو بزيادة لكل واحد ولا تعطي مصاري يعني للشركات، ولكن أنا أقول لك إنه مشكلة إنه اليونان وإيطاليا وإسبانيا حان انتهاء الحفلة، the end of the party is over. فهم دخلوا ب 2002 و 2003 و 2004 كهم قبل ما انضموا إلى الاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة محمد كانت عالية كتير. لما نزلت بعد ما انضمت الأورو أعطت فرصة للناس إنه يشتروا يعني المنازل بمصاري يعني ليس لها وكل، والآن حان الوقت، ولذلك لازم إنه الحكومة أن تسد هذه الأديان the cost والسعر لهذا التقدم اللي يعني المطلوب هو السياسات يعني التقشفية. للأسف إنه الناس اللي في الطبقة العليا إذا لن يستأنفون ولا إذا لن يغيرون يعني طريقة دفع الضرائب، لأنه هذا كمان يتطلب يعني برنامج آخر. صحيح. دفع الضرائب والقانون واحترام دفع الضرائب، إذا كنا أنت بتسوق سيارة بتروح بالأوتوستراد بتقول خليني أدفع، هذا هو طبعا يعني مشكلة كبيرة. أستاذ أشرف، هل تتصور أنه تلك التقارير التي تتحدث عن بطالة
لكنها بطالة فئوية في أوروبا، يعني أصحاب اللياقات البيضاء المحاسبين والأطباء والمهندسين هم من فيهم البطالة، لكن أوروبا بحاجة إلى عمال، بحاجة إلى أيدي عاملة في مزارع العنب وفي المهن الحرفية الصغيرة، ولهذا فإن أوروبا بحاجة إلى مهاجرين، وهذه هي المفارقة الأوروبية. يا أستاذ أشرف، إيه رأيك؟ تعرف أقول لك صراحة أن أوروبا ليس لها فقدان من اليد العاملة، ليس لها فقدان من العائد المالي يعني في الزراعة ولا في المطاعم ولا ليس. أنا أقول لك أنه لازم يكون المشكلة اللي كانت في أوروبا أنه كان هناك زيادة على اللزوم في الضرائب، فالشركات والبنوك كانت تتهرب وتذهب إلى سويسرا وتذهب إلى لندن وتذهب إلى الجزر هذه the safe havens. المشكلة كما قلت أنه أما الناس اللي بيشتغلوا مهاجرين ولا مش مهاجرين ولا مهاجرين يعني شرعيين ولا غير شرعيين، إنهم يريدون العمل، ولكن السؤال هو هل هم سيساهمون في نقص ولا انخفاض الفائض هذا ولا الدفست من خلال دفع الضرائب. وربما تقول لي انه اشرف حتى اذا هدول ذو الطبقه السفلى كما نسميها، يعني اذا بنقدر نسميها طبقه سفلى، حتى اذا هم بيدفعوا بالمليم مش راح يعمل كثير فرق، لانه اللي لازم يدفعوه هو مش كثير. فما زالت يعني بايطاليا محمد، بايطاليا في كثير ناس من الطبقه العليا الذين ياخذون مصاري تاعهم ويحطوهم في سويسرا في بنك لوغانو والى اخره، ولا تحت الوسادة. عشان هيك لما ب 2008 و 2009 إذا بتروح إلى إيطاليا وبتشوف بميلان بتشوف الناس اللي ساتها عم تشتري، بتقول من وين الناس عم بيجيبوا كل المصاري هذه وكل الأموال، بينما البنوك في حالة كارثة، لأنه الناس ما عم بدعون يعني المصاري هناك. وهذا it's a behavioral يعني problem، يعني مشكلة نفسية. طيب سؤال أخير يا أستاذ أشرف، هل يمكن إذا ما تفاقمت مشكلة البطالة في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي عموما أن تهدد بانفجار اجتماعي بصيف يشبه الربيع العربي كده، خروج الناس إلى الشوارع، بل ربما هناك من يتحدث عن الأسوأ، يتحدث عن فوضى وشغب واقتحام للمحال، لأن المتبطل ده لا يوجد ما يخسره كما تعرف. بالضبط محمد، شوف هناك مشكلة الغضب ومشكلة اليأس من الطبقة الغير المحظوظة ولا الطبقة السفلى اجتماعيا، هناك غضب، ولكن الإشي إنه من شان يتعرض للانفجار الذي تكلم عنه لازم الواحد تاني بشد الحبل من الجهة الأخرى. وشو يعني شد الحبل؟ إذا سيكون هناك فوز، إذا الحزب الجديد سيكون الحزب على كما نقول يعني the nationalistic والحزب الأيمن، إذا ساركوزي سيفوز مرة أخرى وسيشاهد من الطرف إنه هو ضد المهاجرين، وإذا سيستغل المشكلة هذه كما اللي صارت على حوالي أسبوعين، إذا ذلك سيزداد إلى الغضب هذه، وهذا يعطي مبرر للناس في القرى وفي المدن الصغيرة إن يقول إنه نحن ليس إلا نعاني من مشكلة اقتصادية ولكن من ريسيزم ومن عنصرية، فيمكن أن ترى نوعا من الانفجار هذا في هولندا، في إيطاليا وفي فرنسا، ولكن من شان ذلك يحدث محمد أنه لازم يكون هناك الشد الحبل من الطرف الآخر، وهو من موجة سياسية جديدة التي تكون ضد المهاجرين هذه كما رأينا ذلك. ويمكن في أوروبا ويمكن في فرنسا بالانتخابات أنه إذا ساركوزي لا يفوز، فيمكن هناك طبعا المهاجرين سيشجعون يعني فرانسوا هولاند، ويمكن هذا يؤدي الى هدوء في الهامش هذا، وهو هامش الغضب وال انها اذا يا استاذ اشرف لعبه شد حبل اوروبيه غير مأمونه العواقب،
شكرا جزيلا للأستاذ أشرف العايدي كبير الاستراتيجيين في سيتي أندكس الذي شرفنا من العاصمة